احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي عن اهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة يا نسيم اللي مارق عأرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بغدار يا نسيم اللي مارق عأرض الغار حلفتك تجي تلعب عندي بغدار خبرني كان بعده بيذكرني صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم الاثنين 2 تموز عم نلتقي معكم بمشوار جديد بعمر رحلتنا الصباحية من برنامجنا صباحنا غير. محطات من سوريا والعالم وفقرات متنوعة من لامس فيها نبض الشارع السوري، ودايما تحيتنا الأولى منوجهها لأبطالنا بالجيش العربي السوري. بنقلكم صباحكم نصر دائما إن شاء الله، ويسعد صباحك سالي. يسعد صباحك أريج، صباح الخير لكل مين قرر إنه يرافقنا بمشوارنا الصباحي بمحطاتنا الكتيرة اللي بتحمل مواضيع متعددة مع عالم الطفولة، طرائق التدريس الحديثة، أيضا عنا حصة للشام بتجمعنا ببرنامجنا، وأيضا رح نطرق أبواب الصحة النفسية. تحيتنا الصباحية من جددها لحماة الديار من دار الأسد للثقافة والفنون. مشوارنا بلش لكن بعد الفاصل. سالي، بداية صباحنا كل يوم منقوم بجملة على أهم الأخبار المنوعة، والبداية من أجواء المونديال وتزامنا مع انطلاق المباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين. شاركت العرائس السوريات بمباراة لكرة القدم بمدينة قازان الروسية. خلونا نتابع لقطات جميلة من هالمباراة. Начинается, он войдет в историю чемпионата мира, друзья, по футболу FIFA 2018 года, как не Казань и знаменитая Калинка. Let me give the point. It's for a woman that really supports her national team, that really supports Russian Federation, support Argentina. Championship 2018 in Russian Federation. Thank you.
يعني كتير مهضوم هالشي اللي قدموه النساء الروسيات واللي بس لابسين فساتين أعراس. كتير كان حلو خاصة تزامن مع المونديال، يعني طريقة تشجيعية تانية عم يشجعوا فيها، كان كتير كل واحد بطريقته. صحيح أريج. رح ننتقل هلأ لخبرنا التالي عن أحدث الدراسات اللي بتتعلق بمرض سرطان الثدي، حيث حدد خبراء في جامعة ميلوكي ويسكون في الولايات المتحدة الأمريكية أن 48 جين مرتبط باستعداد النساء وراثيا للإصابة بسرطان الثدي. العلماء توصلوا إلى هذه النتائج بعد أن تم تحليل بيانات دليل مورثات السرطان الذي يحتوي على معلومات عن الطفرات الوراثية المؤدية للإصابة بالسرطان، وأجروا مسحا ل 229 ألف شخص من المصابين بالسرطان ومن الأصحاء أيضا، وبالإضافة إلى دراسة جينات يحتمل أنها تساهم في ظهور السرطان وكيف أن قمعها يوقف نمو الأمرام الخبيثة. هلا أريج رح نختم جولتنا المنوعة مع طائر بيعتبروه الكثير مصدر للشؤم، لكن المعلومة الجديدة بتقول إنه الغربان ابتكروا أدوات بيبنوا عليها الذاكرة وباستطاعتها تطوير مهاراتها عبر إنشاء صورة ذهنية لإحدى المسائل وإعادة تطبيقها. هو أمر عادة ما يميز البشر فقط. خلونا نتابع هالفيديو سوا. ما هلأ خلونا نترافق بجولة على أهم الأحداث يلي سجلها الزمن بذاكرتنا تموز. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1917 اليونان تعلن الحرب على إسبانيا بالحرب العالمية الأولى، وفي عام 1966 فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها، وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي. وفي مثل هذا اليوم من عام 2002 ستيف فوست يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1862 ويليام هنري براغ، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1915. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1778 جان جاك روسو، فيلسوف سويسري. وفي عام 1961 أرنست هيمينغواي، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1954. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. اثنين تموز تاريخ شهد على ولادة أو وفاة العديد من الشخصيات اللي شكلت عبر مسيرة حياتها نقاط تحول أثرت بمختلف المجالات. خلونا نتعرف من شخصية اليوم. أرنست هيمينغواي، كاتب أمريكي ولد في 21 من تموز من عام 1899، يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة الأمريكيين.
كتب الروايات والقصص القصيرة ولقب ببابا. غلبت عليه النظرة السوداوية للعالم في البداية، إلا أنه عاد ليجدد أفكاره فعمل على تمجيد القوة النفسية لعقل الإنسان في رواياته. غالباً ما تصور أعماله هذه القوة، وهي تتحدى القوى الطبيعية الأخرى في صراع ثنائي وفي جو من العزلة والانطوائية. شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث خدم على سفينة حربية أمريكية كانت مهمتها إغراق الغواصات الألمانية، وحصل في كل منهما على أوسمة، حيث أثرت الحرب في كتابات هيمينغواي ورواياته. تميز أسلوبه بالعمق في الكتابة وترك بصمته على الأدب الأمريكي الذي صار هيمينغواي واحداً من أهم أعمدته. شخصيات هيمينغواي دائماً أفراد أبطال يتحملون المصاعب دون ما شكوى أو ألم، وتعكس هذه الشخصيات طبيعة هيمينغواي الشخصية. تلقى جائزة بولتزر للأمريكية في الصحافة في عام 1953، كما حصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1954 عن رواية العجوز والبحر، وجائزة بولتزر الأمريكية لأستاذيه في فن الرواية الحديثة ولقوة أسلوبه، كما يظهر ذلك بوضوح في قصته الأخيرة العجوز والبحر كما جاء في تقرير لجنة نوبل. من أهم أعماله الشمس تشرق أيضاً، الموت بعد الظهر، الشيخ والبحر، رجال عند البحر، لمن تقرع الأجراس، الفائز لا ينال شيئاً. توفي أرنست هيمينغواي في 2 تموز من عام 1961. محطتنا الأولى لليوم رح نطرق فيها أبواب عالم الطفولة، نتعرف على طرائق التدريس الحديثة مع الأنسة علا الرفاعي المسؤولة عن دورات المفكر الصغير، والأنسة سمر شقير الإخصائية بمهارات التفكير. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير علا، صباح الخير سمر. بداية نحكي عن دورات المونتيسوري بشكل عام قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن الدورة هيدي. تمام. هلا دورات المونتيسوري كتير هي بتفعل التعلم الحسي عن طريق الحواس، ما عنا أي شيء مجرد، ما عنا صور، كله أدوات بين إيديه رح يشتغل فيها عشان يتعلم. رح نحكي شوي عن ماريا مونتيسوري اللي هي أسست هذا المنهج. ماريا مونتيسوري هي طبيبة إيطالية، هي أول من اتبعت التعليم بطرقها مع الأطفال. من خلال هي ممارساتها مع الأطفال استنتجت أنه الأطفال ما سبب المشاكل تبعاتهم طبية وإنما تعليمية، لأنه ما كان في قصص علمية بالتعليم. فهي من خلال مشاركاتها مع الأطفال والتجربة والملاحظة اكتشفت أنه الطفل عن طريق الحواس هو رح يتعلم كتير أشياء رهيبة، ورح تعرفنا يعني عرفتنا عن منهج المونتيسوري. تمام. سيدة سمر، يعني اليوم في عنوان كتير ملفت للنظر هو المفكر الصغير، عم تقوموا ببعض الدورات فيما يتعلق بالأطفال، خبرينا أكثر عنها. نحن عم نشجع على شيء اسمه مهارات التفكير عند الطفل. فأنا في وسائل معينة نحن عم نتبعها ونشتغل عليها لنطور هي المهارة عند الطفل، بتأدي لتعزيز ثقته بنفسه، قوة التركيز، الانضباط، تحدي السرعة، الانضباط أثناء أي عمل عم يقوم فيه للطفل. فأنا كتير بهمني قصة التركيز، تقوية الذاكرة عند الطفل. في ألعاب نحن معينة عم نشتغل عليها ليساعد على الانتباه، التركيز، الانضباط عند الأطفال. يمكن هي أهم نقطة، الانتباه والانضباط. يعني دائما الطفل بتلاقيه مشتت بشيء تاني، يعني ما بيكون تركيزه كتير كبير بالدراسة، وعبر هالمهارات اللي عم تخلي الطفل يكتسبها من هو صغير رح يساعده أكتر بتحصيله العلمي. أنت لما عم تعطيه المهارة عم يتفوق على المدربة. يعني نحن مثلا لما نعطيه مكعب الروبيك، لما عم نعطيه حلة، نحن بنبدأ بحلة عم تاخد معه مثلا دقيقة ونص، وصلوا الطلاب ل 25 ثانية بحلة. انت ما بتقدري تشوفي منظر الأطفال، إيدين الأطفال كيف عم تشتغل. حلو. عليه وتحلة. حلو. يعني دائما علا في أساليب معينة بنلجأ لها
خلي الطفل يقدر يكتسب المهارة بشكل سريع، ويكون حتى لو ما في سرعة بديهة في أسلوب معين بتخلي عنده سرعة البديهة. تفضل احكي لنا عنه. تمام. هلا نحن الشيء اللي حيسرع تركيز المفهوم عند الطفل هو انه يشتغل بايديه، انه يمسك الادوات بايديه، يتلمسها، يحس فيها. هي ادوات المونتيسوري عديده رح تنمي له مهاراته، ان كان حواس، ان كان تنميه قدرات العقل، انضباط. في كثير كثير اشياء بتنميها ادوات المونتيسوري، حتكون هي جذابه ومثيره له، فهي ما رح تخليه مشتت الانتباه. فهو كل تركيزه حيكون على هي الاداه لانه هي شيء جديد عليه، وعم يتلمس بايديه وعم يشتغل فيها ويفق شو بدها تعلمه موجهه الاطفال تبعه. خلينا نتعرف شوي شو هن الادوات يمكن اللي عم تدربوا فيها هالمهارات وبتخلوا الطفل يتلمس بايده. شو اهم الادوات والوسائل؟ عندنا مكعب روبيك، اكيد معظم الاطفال صارت شايفته وعم تشتغل عليه، والاهل حتى صار عندها روح هي القصه انه انا لا بدي ابني يتعلم. عندنا الماستر مورفيكس هو هرمي، كمان بنفس الطريقة، هي بيعتمد على الخوارزميات، يعني احنا بنعطيه للطفل خوارزميات بيمشي عليها بيشتغل عليها. تلقائيا بتصير باللا شعور الطفل ما عاد بيحكي هي الخوارزميات لحتى يحل المكعب او الهرم، لا خلص صارت باللا شعور عنده مباشره بيحل سواء المورفكس ولا الروبيك. عندنا في هون برج التحدي بيقوم ببناء اطفال، بنعطي اوقات لفريقين بيبنوا البرج، بعد طريقه بنائهم بنعطي ارقام للاطفال يسحبونا الرقم الموجود بحيث انه هو يضل محافظ على البرج الموجود امام، يعني انا بدي ضل هو محافظ على التركيز، فهي بتساعده على التركيز وانضباط، ما يكون عنده تشتت ولا اي شيء، لا بده يصير عنده انضباط، هدوء للطفل. هي القصص كثير عم تساعده. في عندنا هون بال SDMAS حساب الذهني ارقام، نحن ارتبط الارقام بالوان. فالطفل ما عاد صار انه يحفظ بس انه 1 2، لا انا صار رمادي زهر برتقالي، فانا عم بعطيه الالوان، هو مجرد ما اعطيته انا الارقام هو بيعطيني رقم. عندنا الكؤوس السبيد ستاك للاطفال، في سرعه بطريقه الكؤوس هن 12 كاس، في اليه بيشتغل عليها الطفل خلال دقيقتين بتطبيقها وبفرد الكاسات. نعم، يعني عم نشوف ايضا برنامج تاسيسي لليفل، هون في ليفل زيرو وليفل 1، يعني مراحل معينه. هذا شو بيفيد ولاي مرحله واصلين فيه؟ هلا تقريبا نحن التاسيسي وعن المستوى الاول، وان شاء الله ننتظر المستوى الثاني. هلا هذا التاسيسي بيعتمد على مهاره الاصابع، يلي بيميزه عن الحساب الذهني الاخر العداد الياباني، انه بيماشي المناهج الدراسيه، يعني ضرب عددين بعضهم. حلو. تمام. عن طريق الاصابع، طريقه الاصابع، وبيجري عمليات حسابيه مطوله، ممكن تكون 6 7 عمليات حسابيه خلال ثواني الطفل ممكن يحلها. اذا بنشوف هدول الصور يلي بالكتاب بالبرنامج تأسيسي، قديش يعني بالفعل هيك أساليب ووسائل بتكون عمل جذب للطفل؟ طبعا أكيد، يعني خصوصا لأطفالنا نحن لازم نرفع من هاي السوية اللي عندهم، نشتغل عليهم. وبجد يعني الطفل السوري أثبت وين ما كان وين ما راح بتفوقه، دائما عم يكون بأي مكان هو فيه، فعم يكون الطفل السوري هو الأول الحمد لله، يعني رغم الصعوبات كل اللي واجهناها نحن، فعم يبقى الضوء الأكبر للطفل السوري. تماما. وايضا يمكن في هالاساليب الجديده اللي عم يتم تطبيقها، يمكن عم تلقى ارتياح كمان من الاهل. تمام. يعني الاهل حتى عم بيكونوا فرحانين اكثر باولادهم، كيف عم يكون في عندهم سرعه بديهه. تمام. سرعه بالتنفيذ. تمام. طريقه تفكيرهم تغيرت. قديش عم تلبسوا هالشيء مع الاهل؟ لا هو كان هذا الشيء النوادي الصيفيه بالنسبه للاهل كانت شيء ثانويه، هلا لا اساسيه صارت. تمام. يعني بالاولويات. علا، يعني خلينا ايضا نحكي عن غير الاساليب، تفضلي شو في شغلات جديده فيكم تقدموها انتم للطفل ليظهر ابداعه وابتكاره، وفي حال وجدتي طفل مثلا عنده شوي بطء بانه يقدر يحرك هدول الشغلات اللي قلتوا عنهم، بيختلف عن رفقاته، كيف بتخليه يوصل للمستوى اللي رفقاته واصلين له؟ تفضلي علا. تمام. هلا اهم شيء للطفل نحن ما نقارنه بغيره،
ما قارنه بغيره. ونحن المونتيسوري بيعتمد على التعليم الفردي، يعني انا بوصل قلت يعني كل طفل وين قدراته بتوديه انا بروح معه، ما بينظلم بقدرات غيره. يعني نحن المونتيسوري تعليم فردي، ممكن نجمع بين 3 سنين ل6 سنين سوا. اما التعليم التقليدي هو عماله يكون صفوف كجي 1 كجي 2 يعني مخصصين. عندنا صار حريه للطفل بالتحرك، زدنا له تطور الانضباط، تطور الفكري العاطفي الاجتماعي من خلال هي البيئه اللي عم نهيئ له اياها. وطبعا نحن ردات فعل الاهل كثير عم تكون منيحه، لانه الاهل يعني عم يشوفوا اولادهم مبسوطين، تعليم فعال عم يكون. قديش بتطلب كمان من المدرب يكون في طرق تفاعليه اكثر بينه وبين كتير. الطفل؟ كثير، لازم يكون عنده طوله بال، هداوه، يتحمل هذا الطفل شو ما طلع معه، نمشي معه لوين قدراته بتاخده تماما. يعني حتى نحن ليش لحتى نحكم على الطفل انه مثلا ما يتعلم ضربه اسمه الا ليوصل للصف الثاني؟ نحن لا، لو بعمر 5 سنين 6 سنين من خلال هاي الادوات بنعلمه مفاهيم كثيره، يعني هو اوسع من اي برنامج، يعني هو على نطاق واسع بيتعلم عن التاريخ، عن الجغرافيا، عن الفلك، عن العلوم كلياتها من خلال هاي الوسائل الحسيه، يعني عم يمسكها بايده. حتى ممكن هو عن سعوله يعطيكي افكار، يعني حتى في الاوقات هو بيعطينا الافكار ممكن نشتغل عليهم ونطورها لما مهارات التفكير. لما انت تطوري مهارة التفكير لدى الطفل، فبالتالي هو عم يعطيك شيء إضافي إبداعي. تمام. في شيء حدا يمكن من الأطفال لفت لكم نظركم أكثر، في شيء يمكن أضاف لكم إياه شيء طفل؟ أكيد ما في دورة بتمر معنا إلا كل طفل ممكن يضيف قصة، يعني حتى نحن ممكن خوارزميات نحن بنشتغل عليها فهي القصة نحن ثابتة عنا. لا، في أطفال بيجيبوا لك شيء جديد إنه لا أنا طلعت معي هي القصة بطريقة مختلفة، أسهل بتكون أسهل وبقدر أنا آخذها وبحدد إنه هذا طفل عطاني إياها وطلعت بالنسبة له أسهل. تمام. بالعكس نحن بنشجع هي الأمور مشان أنا أطلق الإبداع عند الطفل. هلا ذكرتي حضرتك إنه في أطفال بتعطيها أنت، خلينا نقول المبادئ طبعاً. بعدين تحسيها تفوقت وابدعت. أكيد. دائما بيجي اطفال اهاليهم بيبعتوهم عندهم مشكله معينه، تمام، كثير ذكايا، تمام، عم يقدروا يحسبوا كثير شكل صح، بس عندهم مشكله معينه بشغلات ثانيه، خلينا نقول بالسرعه، خلينا نقول بالانطواء لحالهم، كثير بيحبوا يكونوا لحالهم، ممكن يلعبوا لحالهم. فقديش المونتيسوري بهيدا الدورات ايضا بتلتفت لهدول القصص لتقدر تخلي الاطفال أطفال ضمن جماعة يقدروا، يعني كمان هي شغلة نفسية غير أنه هي تطور اجتماعي فضل. وعاطفي ونفسي، بيتعلم هو كيف يصير عنده قدرة لحل مشاكله، نبعد نحن عن العزلة. هلأ نحن بالمونتيسوري صح بيعتمد على التعليم الفردي، ولكن عنا ألعاب جماعية بتعزز روح التعاون، مساعدة بعضهم. أما نحن كثير عم نبتعد عن أنه يكون روح التنافس، ما في تنافس، كلياتنا بدنا نساعد بعض، كلياتنا بدنا ننجح. تمام. فهذا الشيء بينمي عند الطفل أنه هو يعاون غيره، يعني تساعده. تماماً. ما عاد صار في أنانية، صار يحب التعاون، إنه أنا تفوقت على رفيقتي. في تنافس بس على جماعة، أطر جماعية. تماماً. من أي عمر ممكن تبلش المهارات تكتسب؟ من 3 سنين فينا نبدأ مع الأطفال بتعليم أي مهارة، وللأعمار الكبيرة المونتيسوري لل 18 سنة حتى. وايضا يمكن هذا الموضوع يفضل يتم دراسته انه يدخل ضمن المدارس، يعني مو بس يعتمد طبعاً على النوادي الصيفيه. ليش هالموضوع ممكن تشتغلوا عليه؟ نحن يا ريت نفعل هذا الشيء ان شاء الله بالمدارس عن قريب، يعني هلا بلشوا شوي ان شاء الله بسوريا يعني ينتشر المونتيسوري، نفعل اي شيء بده يتعلمه الطفل عن طريق هي الادوات، مو صور مجرده تكون على السبوره. والقاء وتلقين واستماع. هو هلا بلش المناهج الدراسيه، يعني انه كله صار تعليم جماعي تعاوني مجموعات. فهذا الشيء يعني بدا بالمدارس. خلينا اذا ناخذ من اللي على الطاوله يعني نعرف كيف بتبلشوا مع الطفل، شو الخوارزميات اللي كنت عم تحكي عنها؟ آليات، نحن اول شيء بنفهم الطفل انه انا عندي فوق اسفل عندي يمين عندي يسار وعندي امام. فانا اخذ هدول الطفل، عندي يمين عندي يمين معكوس، عندي فوق عندي فوق معكوس، عندي اسفل عندي اسفل معكوس، وعندي يسار بنفس الطريقه. فانا بتبع اول شيء عندنا 3 طبقات بالمكعب، كل طبقه لها خوارزميات. فنحن حنبدا بال الطبقة الأولى نحلها، أنا بدي شكل له إشارة الزائد للطفل لحتى يقدر يبلش فيها.
خلينا هلا الاطفال ممكن يشوفوني يقولوا لا نحن اسرع من المدربه اكيد بس انا ما لهم معنى على الهواء. اكيد عم يتابعونا الاهالي وعم بيشوفوا اكيد ايه تمام. فنحن هلا نحن شكلنا الاشاره الزائد بنعمل نحن على الامتدادات للمكعب هلا صار نحن عندنا الامتدادات جاهزة وعنا الإشارة الزائد عنا الزوايا بنشتغل عليها والخوارزميات يمين أسفل فهي أهالي اللي بتحب أطفالها تكون عندهم هي الملكة حلو. التركيز الانتباه سرعة التحدي السرعة بيبدأ الطفل بدقيقتين وبثلاث دقائق بينتهي بخمسة وعشرين ثانية في الأهالي إنه يعني كثير نحن وصلنا لمرحله كثير رائعه بطفلنا. قديش هذا الشيء عم يعزز لهم ثقتهم بنفسهم تمام بدايه للطفل وايضا تحصيله العلمي تمام يعني هلا بينعكس على تحصيله العلمي تمام هلا على الدول المتقدمه صارت عندهم اياها المكعب الروبيك انه قبل ما يبدوا اي حصه درسيه لازم يحلوا المكعب قبل تنشيط ذاكره وصار عنده تركيز مع المدرس فبيحل المكعب بعدين ببلشوا الحصص صار الدرسيه يحب يمكن. تمام لا وصار عنده تركيز وانتباهه مع المدرس هو فبياخذوا هي الحصه انه يحل المكعب خلال ثواني وببلشوا حصصهم الدرسيه ان شاء الله نحن بدنا نوصل لهي نوصل لاكثر يا رب ان شاء الله. علا يعني ما بعرف يمكن الالوان اللي اخترتوها انتم بتشد الاطفال احيانا ما بيحبوا يحسبوا على الورقه والقلم تمام. فعن طريق الالعاب ممكن يقدروا يتعلموا بنفس الوقت يلعبوا تمام. كيف عم بتلاقي التفاعل تبع الاطفال؟ كثير تفاعل كبير ما بدهم يتركوا الاداه من ايدهم نهائيا صار عندهم كثير حب لحتى جاي على النادي او للكورس او حتى يفعلوا هذا الشيء. نحن حتى كمهارات تفكير ببرنامج المفكر الصغير هي تبعا للكورت العالمي لإدوارد دي بونو بنعلم الاطفال مهارات تفكير لحتى يطلعوا بوعي تام من الطرق المألوفة بالتفكير ننمي لهم طرق تفكيرهم نحو الابداع نحو التركيز لحل المشكلات حتى وهي من الاشياء الجديده كمان يلي عم نعالج فيها افكار اطفالنا بالشام تعلم التفكير الناقد التفكير الصحيح انا اذا وضعته بمشكله يقدر يحل الطفل حتى يمكن ممكن تتغير طريقه معاملته مع زملائه مع تمام. رفقاته تماما اختلاف جذري مع اخواته بالبيت ممكن تمام هذا الشيء بخبروكم عنه الاهل طبعا لما تواصل. تمام هلا طبعا في تواصل عم يكون مع الاهل لازم هذا الشيء لانه نحن نقدر نوصل لنفسيته شو عنده قد يكون عنده مشكله بالبيت ممكن هو عن طريق المعلم او المدرب انه نحن نحل له اياها طبعا مهارات التفكير كثير بتساعد بالحياه اليوميه الطفل يمارسها يصير احسن يقدر يحل مشكلاته ببساطة دون ما أنه يلجأ للعصبية لردات هي الفعل القوية اللي كتير نحن بنواجهها مع الأطفال وهي عم تكون دائما العلاجات للأطفال هي بالنوادي الصيفية عم تكون علاجات لهم عن طريق المهارات سواء مهارات التفكير أو المونتوسوري بشكل عام عم تكون أقرب للطفل إني أنا حل له إياها شوف وين مشكلته ممكن تكون مثلا بين أقرانه برفقاته بين المدرسة سواء أخواته بالبيت إنه هو بده يطلع بشيء جديد إنه أنا عندي شيء جديد بدي أقدم لكم إياه حلو يعني بختام حديثنا معكم رح نتوجه لكل حدا بكلمة منك علا بداية لكل اللي عم يتابعنا من الأهالي بعدين رح ناخذ منك كلمة أنسة سمار تفضلي أنا بنوه لأهمية يحطوا أولادهم بالمكان الصح يكون فيها تعليم فعال حتى نحن بالبيت تشتغل الأم مع أولادها ما نتركهم نهائيا نحطهم بأماكن صح فيها تعليم فعال بعيدا عن طرق التعليم التقليدية هلأ عنا كتير أشياء حديثة مثل ما تحدثت الأنسي سمار إن كان السبيد كابس الروبيك مستر مورفيكس إن كان مونتيسوري مفكر كل هاي الأشياء عم تنمي الإبداع عند الطفل تماما فنحن لازم نحط أولادنا بالمكان الصح لأنه هي مسؤوليتنا بإذن الله إن شاء الله أنا ما حضيف شيء كثير على الأنسة علا بس اللي بدي ضيفه أنا أهم قصة عند الطفل إني أنا عزز له ثقته بنفسه يعني هي أساس عند الطفل فأنا متى ما عززت له ثقته بنفسه مباشرة بتبنى عنده الانتباه التركيز يعني هدول الثقة بالنفس هي بتساعد على التركيز الانتباه تقوية الإبداع التحدي بالنسبة لزملائه فرجيتونا أهم يمكن الوسائل والأساليب اللي عم بتم اتباعها بهالكورسات والدورات
الصيفية، في اشياء جديدة عم تم استقطابها؟ يعني عم تتابعوا دايما الاساليب الجديدة يعني السبيدي ستاك حديثة؟ اول شيء ما تعرفنا عليها. السبيدي ستاك هي عبارة عن كؤوس فيها بيمر فيها الطفل بكذا مرحلة، يعني احنا ما حنحكي عليها بالتفصيل مشان ما نحرق اللعبة تمام. هي 12 كأس بده الطفل، وحصريا بده تكون هي الكاسات لانه لها ميزات عدة لحتى يقدر الطفل يشتغل فيها، فتحوا يعني اغلاق بآلية معينة تمام. يعني انا مو بأي كاسات بقدر اشتغل فيها هي الطريقة. لها سرعة معينة ولها طرق كيفية تطبيق الكاسات وفرد الكاسات. يعني هي المغزى بطريقة تطبيق، طريقة صفون تمام. آلية معينة، آلية معينة إلها. يعني هيك صفينا هون صح نحن؟ ايه صفينا صح. لنشكر رامي اللي صفون تطبيق. هلا يعني ممكن انا ساعدك به، نحن عنا طريقة مثلا بتطبيق الكاسات بهيك طريقة نحن منطبق لها للطفل. بس هي آلية حتكون تساعده ان شاء الله بهي الدورات حاليا نحن عم اول مرة عليها كثير. وانا ما مو غلط انه نحن بدنا نشتغل، بدها توقع معنا. يعني انا بدي اعطي الطفل انه نحن بده يصير معنا بعد مطبات تطبقوا فوق بعض. ايه بس يعني نحن بنبلش بلش فيها ثلاثة، فأنا ثلاثة تدريجيا ثلاثة برتفع طبعا. مع الطفل فآليا لحاله انت بلشتي معه بشيء بسيط، لما بتطلع بيطلع معك بسرعة، بينطلق الإبداع عنده. يعني احنا دايما بنتمنى كل الأشياء الجديدة والطرق العلمية والتدريسية الحديثة تدخل لبلدنا أكيد لحتى يتم بناء جيل واعي وأيضا مفكر صغير يصير كبير. شكرا كثير لوجودكم معنا وكل التوفيق لكم. أكيد نشكركم علا سمر. إن شاء الله مثل ما قالت أريج دائما تكون مسيرة التعليم عالية بسوريا، وسوريا عندها أطفال وعندها شباب مبدعين. شكرا كثير لكم. من عام 1972 بدأت ترسم ملامحها على خشبة المسرح بالتراث الشعبي هاجس القائمين عليها فرقة إزرع للفنون الشعبية. خلينا نشوف نشاطها يلي عاد لها إلى خشبة المسرح بتقرير مراسلتنا مرح المقداد. بين تراث عاش أجدادنا تفاصيله وتحول مع الزمن إلى ذاكرة تناقلتها أجيال، وفنون حاكت عوالم الماضي، استطاعت أن تلقى فرقة إزرع للفنون الشعبية صداها على خشبة المسرح بإبداع عنوانه 30 شابا وشابة. العمل الجديد حبيت يكون العمل هو العرس الحوراني اللي صرنا نغيره بأغاني ما لها علاقة بدرعا يعني. فإحنا سجلنا بالإذاعة والتلفزيون العمل، تم تسجيله وإن شاء الله قريبا راح ننتجه بحدود 20-25 دقيقة. نشوف العرس الحوراني على حبته مثل ما هو، مثل ما كان يتقدم تقريبا، ونعدل عليه الأشياء اللي إحنا منلاقيها يعني ضروري نحافظ عليه. يعني قدمنا العديد من المهرجانات بعنوان عمار يا سوري عمار ومواسم الفرح، تركت أثر كبير بحياتنا، قدمت لنا أكثر شيء يعني معنويا، رجعت لنا حياتنا كثير للوراء، وإن شاء الله بنقدم الأفضل. وجه الإرهاب بقساوته لم يمسح ملامح الإبداع، وعبر 30 شابا وشابة عادت الفرقة لترسخ تراثا وفنونا بقيت ذاكرة تنبض.
أما هلأ وصلنا لجولتنا الصباحية الثقافية لنطلع على أبرز وأهم الأخبار الثقافية، والبداية من دمشق التي انطلقت فيها يوم أمس فعاليات أبناء الشمس، أطفال في الشوارع، للتنويه والتحذير من خطر ازدياد عدد أطفال الشوارع وأثر ذلك على المجتمع، حيث تضم الفعالية العديد من النشاطات في دمشق ومحافظات أخرى. تفاصيل أكثر مع زميلتنا ريم سليمان. شركة دراسات وبحوث، نحن شركة استراتيجي لسيار، بندعم أطفال الشوارع بخصوص هاي الظاهرة اللي كتير خطيرة من نواحي اللي عم بيصير بالأطفال واللي عم بيصير فيهم من المخدرات، من التشرد، من عدم التعليم، من شم الشعلة آخر شيء سمعنا عنه. فكنا شريك استراتيجي لحتى نعمل لهم شيء يعني يعطيهم روح، يحسسهم انه هني حدا مهم، حدا عم يدعمهم، حدا عم يفكر فيهم، خايف على مصلحتهم. بلشنا اول شيء بمنهاج بسيط، هو عباره عن نعرف كل حدا كل مستوى، في منهم كانوا مستواهم يعني بالمدرسه وطلعوا نتيجه ازمه خاصه بهالسنه، وفي منهم بنوب يعني اميه يعني عبر عن جد فيني اقول لك اياها. بلشنا بالاحرف، بلشنا بالارقام، صار في عنا اولاد بيعرفوا يقروا، صار في عنا اولاد بيعرفوا اذا بدهم يروحوا محل يقروا السيرفيس اللي هن طالعين عليه، ان شاء الله صاروا في عالم بيعرفوا يقروا البروشورات اللي عم بيوزعوها بالطريق. صار في عنا ناس بتعرف يعني صار في عنا اطفال بتعرف انه انا اي طفل، انا حقي العب، حقي اتعلم، مو بس حقي يكون بالشارع مثل اي شيء موجود بالشارع. رح نروح لمصر، حيث توفي الموسيقار ميشيل المصري عن عمر يناهز 85 عام، وهو أحد أيقونات الموسيقى بمصر ورفيق كوكب الشرق أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة رافقها بعد صراع مع المرض أيضا. وقدم المصري المولود على مدار عقود من عام 1933 نحو 100 عمل فني ما بين مقاطع موسيقى تصويرية وفقرات مسلسلات وأغاني من الموسيقى التصويرية لبعض من أهم الأعمال الدرامية من مسلسل ليالي الحلمية وأولاد آدم ومن الذي لا يحب فاطمة وعائلة الحاج متولي. وإلى لبنان التي أطل فيها الفنان والموسيقي والمسرحي المتعدد المواهب زياد الرحباني على جمهوره ضمن أحد القنوات اللبنانية كاشفا عن إصابته بألم دائم في الأكتاف بسبب عزفه لفترات طويلة على البيانو. وفاجأ زياد الرحباني معجبيه بالإعلان عن قرب عقد قرانه الرابع على صحيفة تلفزيونية، كما كشف عن إعداده لمسرحية جديدة طال انتظارها بعنوان مارتن، وقال أنها ستبصر النور على خشبة المسرح في العام المقبل. أريج منروح لخبرنا الأخير الذي يهم عشاق الفن السابع، حيث أعلن نقاد السينما الأمريكيون من مجلة فرايتي قائمة الأفلام المرشحة لنيل جوائز الأوسكار للعام المقبل. ومن الأفلام المرشحة لتحصد هذه الجوائز لهذا العام فيلم النمر الأسود الخيال، بينما تصدرت فيلم أنت لم تكن هنا قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم، وهو من تأليف وإخراج لين رامزي. خلونا نتابع مشاهد من هالفيلم مع بعض.
I'm gonna ask you some questions. How many are there? One guy inside the front door, second guy on the top floor. After the tone, please leave a message. It's done. The man called. He wants to see you right away. State Senator Albert Vatto. His teenage daughter's missing. What's the lead? He got an anonymous text with an address. I've heard of these places. They said you were brutal. I can be. I want you to hurt them. كانت أخبارنا الثقافية لليوم. محطات من صباحنا غير مكملة بعد الفاصل. أريج بيقولوا أقصر طريق لقلب الرجل هو معدته. كيف إذا كان هذا الطريق موجود بحديقة تشرين ضمن شارع مخصص للمأكولات وأيضا بأيادي سورية ومأكولات سورية عربية وعالمية ضمن مهرجان الشام بتجمعنا، فعالية شارع الأكل التي تقام للمرة الأولى في سوريا من خلال اجتماع عشرات من المطاعم بمختلف اختصاصات بمكان واحد لمدة شهر بالكامل. لنتعرف أكثر على المشروع بصيرنا اليوم أنه نرحب بالأستاذ زيد عجلاني، هو مؤسس وكالة سوشيلها وأحد مؤسسي مشروع شارع الأكل، والأستاذ هادي نحاس مؤسس بأوردر، أول تطبيق لطلب الأطعمة بسوريا وأيضا أحد مؤسسي شارع الأكل. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أكيد بداية حنبدأ معك أستاذ هادي، كيف إجت فكرة البي أوردر، وهي وخاصة هلأ نحن أكثر شغلنا على الإنترنت، فكيف إذا كنا صار نطلب فينا نطلب أكل عن طريق الإنترنت؟ صحيح. هلأ تطبيق بي أوردر هو عبارة عن تطبيق بينزل على الموبايل، نقدر نطلب منه كل الأطعمة اللي بنحبها. اليوم تطبيق بي أوردر هو موجود عالميا بعدة دول، للأسف تأخر بدخوله للسوق السورية، وبادرنا نحن بطرح هي الفكرة بسوريا بال 2016. كان طبعا في تحديات كتير كبيرة، خاصة لأنه ما في عنا لسه ثقافة التطبيقات والطلب من خلال الموبايل، الإي كوميرس كلياته بعده بأوله. نعم.
وتم يعني انتشاره يمكن بوقت صغير كمان. نعم، اشتغلنا على انشاره عن طريق السوشيال ميديا باول سنه، وبالاضافه للحسومات اللي قدمناها للزباين اللي هي بتبلش من 10% وبتخلص ل 5000 ليره من بس للواحد يطلب باستخدام الموبايل. تماما. زيد، يعني نحكي شوي عن شارع الاكل اللي هو اكيد ما نو جديد عالميا، ولكن اول مره بيتم كمان عرضه بسوريا. خبرنا كيف طلعت الفكره بيناتكم. مثل ما حكيتي هي الفكره موجوده، انا والسيد هادي كنا عم نشوف النسخة اللبنانية منه كسوق الأكل، شفنا النسخة المصرية موجود مهرجان عالمي كأوروبا أمريكا، فكنا أنا والسيد هادي عم نحكي أنه نحن لازم نعمل سوق أكل، بما أنه كبي أوردر هي اختصاصة أكل، ونحن كسوشلها بيسمونا وكالة المطاعم كمان بالفعل، فكنا عم نحكي أنه نحن ضمن 6 شهور أو سنة مقبلة أنه لازم نفكر ببداية أنه شارع أكل هون بسوريا. طبعا تطورت الاحداث بسرعه، ولقينا اجت الفرصه عن طريق مهرجان الشام تجمعنا. طبعا كل الشكر لاداره مهرجان الشام تجمعنا، لوزاره السياحه، لغرفه تجاره دمشق ومحافظه دمشق على كل الدعم اللي قدموه. فلقينا المهم حالنا ضمن 3 اسابيع انه نحن بدنا نجهز كل هالتحضيرات، فكانت خطوات متسارعه قدرنا فيها ننفذ على القليله 80% من الشيء اللي بدنا اياه. تماما. يمكن بعد ما شفتوا من مصر ومن لبنان جمعتوا هذا الشيء وعملتوا شغله جديده بسوريا اللي اسمه شارع الاكل، ومين ما بيحب بطنه يعني هو مثل ما قلنا بالبدايه مفتاح الرجل هو معدته. خلينا نحكي عن الشركات اللي دعمت ايضا شارع الاكل وشاركت عندك استاذ. نعم. هادي تفضل. طبعا نحن توجهنا بتركيزنا على المطاعم، مطاعم متخصصه. حاولنا بهي النسخة من شارع الأكل يكون في عنا تعدد من المطاعم بمختلف أشكالها وبتكاليف مختلفة. يعني اليوم شارع الأكل بيناسب الكل، بيناسب الفئة المتوسطة، بتناسب الفئة الغنية، بتناسب الجميع، لحتى الكل يقدر ينزل ويقعد سوا بنفس المنطقة بنفس الشارع ويقدر ياخذ من مختلف الأكل. طبعا كمان ركزنا على أنه يكون معنا الأكل التقليدي، التراث السوري مثل اليلانجي والأكل العربي والمشاوي السورية، بالإضافة للأكل الغربي. في عنا كمان سندويش برجر عم تنشوى قدامنا، في عنا مختلف الأطباق والحلويات الغربية، كمان في عنا الشرقي مثل الصيني ركزنا عنه يكون موجود عنا بشارع الأكل. قديش عدد الشركات المشاركة معكم كانت؟ هالسنة كان عنا 20 مطعم. طبعا هدول ال20 مطعم ببلشوا كل اسبوع، ممكن في جزء منهم بيتغير وبيفوت مطاعم جديده وعالم بتغير. رح يتغيروا بعد فتره لحتى دائما يكون عم تقدموا شيء جديد. لازم كل 4 يجي تجوا لعنا من اول وجديد، لانه كل 4 بيطلعوا مطاعم وبينزلوا مطاعم جديده. نحن يمكن رح نتابع أجواء شارع الأكل وكيف عم تكون الحضور وكيف عم تكون الأكلات الطيبة، ونرجع نكفي حديثنا معكم. Finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it.
يعني تابعنا هاي الأجواء الحلوة من شارع الأكل. خلينا نحكي عن معك زيد، شو المميز بهذا المشروع؟ شو حسيتوا شيء تميز عن باقي المشاريع السابقة؟ المميز بشارع الأكل أنه هو أول مرة عم بيصير بسوريا هذا الحدث، مثل ما حكينا أنه نحن شايفين كثير نسخ، هي أول مرة عم بيصير هذا الشيء بسوريا. الشيء اللي رحنا عليه، نحن رحنا على براندات عالمية شاركت معنا، ورحنا على مطاعم محلية شاركت معنا، ورحنا على شيء اسمه الهواة. نحن بنسميهم هواة بس هن بالحقيقة أشخاص جدا بتتفاجئ قديش بيعملوا ستاج لا هن أشخاص جدا محترفين بمجال الأكل، بس هن ما صح لهم كظرف مادي أو ظرف وضع معين أو وقت إنه يكون عندهم مطعمهم الخاص. نحن كشباب سوريين بتلاقي روح على لبنان نعمل أكلنا تمام، بس بنكون مثلا حاطين قدامنا 3 أو 4 أشخاص عم نعمل أكل. فلحنا هون نزلناه بتجربة إنه هو يواجه مثلا 20 أوردر بنص ساعة، كيف بده يتصرف، كيف اللقاء مع الزبائن، فرصة له. يعني جمعتوا بهالمشروع الهاوي والمحترف، أي حدا يعني عنده مرأة بالطبخ. تمام، فعطيناه الفرصة إنه هو يتعرف على أصحاب المطاعم بحيث يقدر يعمل مشروعه، ياخذ هالإكسبيرينس، خصوصا بيظل احنا هلا مثلا المطاعم عم تعاني بشيء اسمه نقص العمالة، نقص الشيفس وهذا الترتيب. فهون كانت فرصة لحتى يجتمعوا مع بعضهم، وخصوصا نحن حبينا كمان نفرجي بشارع الأكل انه نحن بعد 7 سنين المرقنا فيها، المسافات بالمناطق ضمن الشام تباعدت عن بعضها. سكان مشروع دمار قلت نزراتهم على باب توما، اهل باب توما ما عاد راحوا على المزه، صرنا شوي ضمن مناطقنا. فنحن حبينا بشارع الاكل نقرب الشوارع عن بعضها، نعرف شو صار في مطاعم جديده، كيف صمدت المطاعم والنكهه السوريه وجوده الاكل عندنا ضمن هال7 سنين اللي مرقنا فيهم. كثير جميل زيد، يعني بصفحات على الفيسبوك كتير صار في شوية مناوشات حول شارع الأكل من ناحية الأسعار المأكولات، من ناحية الدخولية. يعني في كتير شفنا أنه عائلة بكاملة مثلا رح تقدر تروح ويكون في يعني شيء هيك متنفس للعائلة السورية وتدخل على شارع الأكل. تمام. شو بتحب تقول، شو بترد؟ هلأ هو هذا الشيء ضمن أي مشروع منافسة، تمام، سواء منافسة الإعلانية أو منافسة شارع الأكل، هي اللي عم توصل شوية معلومات ناقصة حبينا نوضح فيها. يعني احنا حاطين في عنا دخولية على شارع الأكل اللي هي قيمتها 500 ليرة، تمام، بس هي ما عم توصل رسالة انه بهال 500 ليرة انت عم تدفع، هي فيك تاخذ فيها أكل بقيمة 500 ليرة بالداخل بالإضافة. هي مو بس دخولية يعني حتكون، لا هي دخولية، هي مشاركة، وبيقدر واحد يستفيد، تمام، هي بياخذ كوبونات فيها، بياخذ أكل بقيمة 500 ليرة بالإضافة لمشاركة بأحد الألعاب اللي احنا العاملينها، اللي كمان الشخص اللي بيشارك بالألعاب بيربح كمان أكل كوبونات أكل من الداخل، غير أنه نحن حاطين أنه هي للشخص البالغ الفوتة، فللأطفال هي فوتة مجانية. فهي المعلومة ما وصلت، يعني 500 ما بتشمل الأولاد الصغار؟ لا هي بتشمل العائلة فعليا، الأب والأم هنا عم بيدفعوا وعم بياخذوا بقيمة المبلغ الدفعوا أكل بالنسبة لهم، وبيقدروا طبعا يشتروا أكل بالداخل. والأسعار جوا كيف عم تكون؟ الأسعار متنوعة بشكل عام موجودة عنا، في عنا كثير مطاعم فايتة بعروض خصوصا لشارع الأكل بأسعار أقل من محلاتهم، وبنفس الوقت في عنا شارع الأكل هدفه ما الشخص يفوت يشبع من محل واحد، هدفه نحن عنا كثير براندات ومطاعم يفوت يجرب كذا براند، يتحلى من كذا قرنة. فكمان في شيء اسمه ياخذ نص سندويشة او ايتم صغير، يعني هو معمول صغير بحيث يتناسب. يعني في عنا كثير عروض مثلا داخل شارع اكل، اي سندويشة دجاج بقيمة 500 ليرة او بيقدر ياخذ نص سندويش يجرب حلو. في عنا وجبات مثل التشاينيز فود ممكن توصل لل 1000 أو 1500، فهو فكرة بتناول كل الطبقات، حتى لحنا طريقة الفينشز الكراسي الخشب اللي عملناها هي بتتسع لها 8 أشخاص، يعني حابين كل الطبقات يختلطوا مع بعض، يقعدوا أشخاص ما بيعرفوا بعض، عائلتين مختلفين أو أشخاص أنه على نفس الكرسي ويختلطوا مع بعض يتعرفوا على بعض. تمام، يعني اللي بده يفوت قريش بشارع الأكل لازم ما يكون أكل أبداً ليقدر يدوق، يعني مجرد أنه يدوق من كل محل فهو خلاص شبع. خلونا نحكي معك أستاذ هادي عن طريقة التنظيم، يمكن لفت الزوار هو التنظيم، رغم أنه في عدة مطاعم ومشاركة وكتيرة وفي عجقة لازم يكون بشارع الأكل طبيعي، فلفتهم طريقة التنظيم، نحكي كيف نظمته. طبعا نحن لحتى نقدر ننظم هيك مهرجان ببارك
موقف سيارات، اضطرينا نقدم كثير خدمات منها البنية التحتية لحتى يكون هذا المكان مؤهل لحتى يصير فيه طبخ. فمدينا شبكة من الصرف الصحي والمياه الحلوة، والتعاون طبعا مع غرفة التجارة مشكورة، قدموا لنا حتى خدمات باقي الخدمات والكهرباء والمي. بالإضافة طبعا للتنظيم بالداخل، يعني نحن اليوم حريصين على راحة كل العالم اللي عم بتفوت لعنا على شارع الأكل، مشان بيكون في عنا حراسة بالداخل عم بتتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو مناوشات أو انزعاج من أي حدا. تماما، يعني المشروع يمكن تم التحضير له بكافة المناحي وبشكل منظم لحتى يمكن ينطلق يكون مناسب لكل الأشخاص اللي حابين يدخلوا لهالشارع. نحن حابين كمان نعرف قديش ممكن يشكل هذا الشارع، شارع الأكل، اليوم تأكيد على نبض الحياة بسوريا اللي ما توقف أبدا، وخاصة بعودة الأمن والأمان لبلدنا. تمام. نحن مثل ما ذكرتي بعد 7 سنين مرقنا فيها، نحن هلا بظل دمشق تتعافى، فنحن بإرنت نستاهل نفرح. يعني دائما نحن بيصير معنا شغله، الشخص السوري لما بيسافر بيشوف المهرجانات برا، بيشوف بيقول ايه هدول عايشين حياتهم، نحن ما بيطلع بايدنا. نحن تمام هون لنثبت لا، نحن بيطلع بايدنا ننظم شيء منافس واقوى. طبعا هذا الشيء شارع الاكل اللي عم نعمله هو مو نجاح شركتين منظمتين، هو نجاح شعب كامل، هو نجاح سوريا كله، من اعلاميين، من مطاعم، من ثقافه، من حضاره، من اراده العالم اللي عم تجي كانت رغم اي ظرف كان. يعني تمام، فنحن نستاهل نفرح، فعم نحاول نقرب هالمسافات ونعكس واقع نحن كيف هلا نحن دمشق موجودين. يعني اكيد مثل ما قلت انه دمشق بالبقلة الفرح وسوريا كلها بالبقلة الفرح، رح نروح لعندك استاذ هادي وايضا تخبرنا عن يعني كيف لقيت التنظيم. يمكن دائما التنظيم هو اكثر شيء بهم العالم. شارع الاكل خلينا نقول باي معرض ممكن نلاقي العالم فوق بعضهم، كمطاعم مثلا كيف عم تستقبل العالم وكيف عم يتم الدور؟ يعني مثلا في كميات كبيرة على الطلب، خلينا نقول يعني مو ساندويش او اثنين وثلاثة فوجبات وساندويش، وفي كيف المطاعم عم تقدر تستوعب كوادر، في كوادر كاملة، تخبرنا. هلا نحن ركزنا على توزيع المطاعم بشكل معين داخل الشارع. تمام. بشكل انه يقدر الزائر يفوت ويتجول بالكامل. طبعا هذا التوزيع كان كتير مدروس بشكل انه العالم تقدر تفوت وتوقف بمكان معين بدون ما تعمل عجقة، وتقدر تسمح لحتى باقي العالم تقدر تفوت وتطلب من المطاعم المجاورة. كل مطعم عم بيعطي كوبون بفاتورة بتطلبه، بيروح بيقعد على الطاولة أو بيتمشى شوي بيرجع لعند المطعم بيلاقي وجبته خاصة. في شباب عم بتنظم جوا؟ طبعا في شباب دائما أول ما يشوف في عجقة بمحل معين ممكن تحاول تأخذ العالم على محل تاني. في عنا شباب تاني كمان عم بتأكد من نظافة المكان، هذا الشيء كتير أساسي بمكان فيه أكل، لأنه نحن بالأخير عم ناكل وبنحب نكون قاعدين بمحل نظيف، عشان هيك في طول الوقت خدمات نظافة شغالة بشكل مستمر. أكيد. زيد، بين رفقاتكم، بين الزوار يلي اجوا زاروا شارع الأكل، شو لفت انتباههم أكثر شيء؟ شو اللي يمكن التعليق اللي كنتوا عم تسمعوه منهم وردة فعلهم لهيك مشروع أول مرة بسوريا؟ تمام، كثير أشخاص انبسطوا، لفت نظرهم التنظيم، لفت نظرهم النظافة، لفت نظرهم إنه نحن بمكان مفتوح وبمكان أكل، إنه ما في حشرات. طبعاً يعني نحن عاملين كثير جهود كبيرة ضمن هالثلاث أسابيع لحتى يكون كل شيء صحي وكل شيء، خصوصاً الأكل هو إرنة أمانة. تمام؟ صحيح. فبحيث جودة المواد، قصص الحشرات، وجود حمام خاص لشارع الأكل. كل الاشخاص، يعني حتى في اشخاص احنا مسافرين انه اجوا بيقولوا لنا انه كثير جيد الوضع، انه كثير ممتاز، احنا رايحين على سوق الاكل بلبنان، رايحين على مهرجانات، حسينا انه بنكهه سوريه، بفرح سوريا، انه نحن قاعدين بسوريا وعم نشوف هذا الشيء ضمن سوريا. طبق اختلاط العالم، طبقه الجودة الاكل الموجوده، تنوع الاكل، والحفاظ على المدرسه الشرقيه، المدرسه الغربيه، الحلويات، الاشخاص اللي تعرفنا عليهم اللي هن المحترفين والهواة بنفس الوقت اللي عم بيقدموا انواع اكل كثير جيده وافكار كثير حلوه. يعني في عندنا احد الاشخاص الهواة عامل فكره
انه هو عم يعمل دجاج عم يلفها بالكنافة ويقليها انه ككريسبي دجاج. فهي الفكره كثير جديده لازم نجربها كثير قويه وكثير ماشي. عندنا احد الاشخاص عم يعمل مثلا مارشميلو عم بيحط مثلا معه انه وايت شوكليت او ستروبري شوكليت وتحط كورن فليكس فعم بيطلع تنوع وشغلات يعني احنا دائما بنشوفها بالصور وبالواقع احنا عم نلاقيها عم نشتريها. حديث حلو من الصبح تماما. يعني بدنا نتشكركم هادي وزيد على وجودكم معنا. بدنا نتمنى من الزوار اللي ما زاروا شارع الاكل ونحن اولا انه يزوروه لا يتعرفوا على هالاكلات الظريفه وعلى طريقه التنظيم. لكن كمان انا بدي بنهايه حديثنا نعرف عن شركه سوشيلها. زيد معك تعرفنا اكثر عنها. تمام. شركة سوشيلها هي سنتنا السادسة تقريبا. بلشنا بالسوق بفكرة سوشيال ميديا. كان دخول السوشيال ميديا جديد بالنسبة لسوريا. فحاولنا نبلش بطريقة إعلان جديدة هي عن طريق السوشيال ميديا لحتى توسعنا بعدين. فتنا بالشيء اللي هو الديزايننج الكامبين الطباعة تصوير الفوتوغرافي الاحترافي تصوير السينمائي الاحترافي. هاي السنة اللي احنا يعني والسنة اللي قبلها كنا بأمنة كتير قوية مشان هيك حتى سمونا وكالة المطاعم. حلو. إذا بتشوفي صرنا عم نخدم حتى برا سوريا عم نستلم عنا عدد من الكلاينتس بأستراليا بأمريكا بتركيا بمصر بدبي بالسعودية. يعني كتير شغلات تعرفنا عليها من خلال حضرتكم. بدنا نتشكر كتير وجودكم معنا لليوم. كل التوفيق لكم وإن شاء الله دايما بنجاح وشارع الأكل يلقى النجاح واللي هو مستمر لمدة شهر بحديقة تشرين. أهلا وسهلا. أريد إن شاء الله صار الوقت لننتقل لزملائنا بغرفة الأخبار للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات بسوريا والعالم مع رائد رائف مرعي. صباح الخير يا رائف. صباح الخير زملاء. والآن موجز لأهم الأنباء. ذكر مراسل الإخبارية أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتسليم السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط الموجود في بصرة الشام بريف درعا الشرقي. هنا على مدخل بلدة بصرة في ريف درعا الشرقي المحاذي تماما لريف السويداء الجنوبي الغربي حيث تم التوصل لاتفاق أن تقوم التنظيمات الإرهابية المسلحة المتواجدة في داخل البلدة بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة للدولة السورية. منذ بدء الحرب الكونية على سوريا فتحت الدولة السورية أبوابها للحوار والمصالحات لكن قوبلت بالرفض. واليوم بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب عادت الفصائل والتنظيمات الإرهابية لما نادت به الدولة السورية منذ البداية. من ريف السويداء الجنوبي الغربي وتحديدا من مدخل بلدة بصرة في ريف درعا الشرقي للإخبارية السورية شام حمدان. أعلنت مصادر صحفية صهيونية عن العثور على بالون حارق إلى الشرق من مستوطنة كريات جات الاستيطانية والتي تبعد عن قطاع غزة أكثر من 20 كيلومترا. وفي السياق في قالت القناة السابعة العبرية أن يوم الأحد شهد اشتعال 24 حريقا بالغلاف نتيجة سقوط أجسام طائرة محملة بمواد مشتعلة من القطاع وأن غالبيتها جرى إخمادها. استهدف سلاح الجو اليمني المسير تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته على الساحل الغربي لليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قولها أن سلاح الجو نفذ غارات على تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوى الغزو ومرتزقته بعد عملية رصد دقيقة محققا إصابات مباشرة في صفوفهم بالساحل الغربي. وفي خبرنا الأخير أعلن وزير الخارجية الألماني هورست أو وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر استقالته من منصبه وذلك بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي ينتمي إليه الوزير المستقيل قولها إن سيهوفر يعتزم أيضا الاستقالة من رئاسة الحزب المشارك بالائتلاف الحكومي في ألمانيا. نهاية الموجز، والآن نعود إلى الزملاء في استوديو صباح نغير. شكرا لك زميلنا رائف مرعي، كنت معنا من غرفة الأخبار. أكيد مكفيين ببقية فقرات صباحنا غير لليوم. وين يا أريش؟ يعني سالي، وصلنا لفقرة نحن دايما منحس فيها، وفي كتير من المشاهد أو الأحداث أو التصرفات أو حتى الكلمات ممكن تحصل أمامنا منشعر أنه شاهدناها قبل بوقت. شو هي هالظاهرة وشو تفسيرها؟ وهل تتشابه الأحداث بالفعل أم أنها مجرد نوع من الحدث؟ أسئلة رح تجيبنا عنها الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباح هاي غالية، أهلا وسهلا فيكي. هلا، أهلا وسهلا فيك يا غالية. بداية يعني ذكرت أريج بالمقدمة أنه في مشاهد كتير نحنا بتمر علينا، وفعلا منقول أنه نحنا فايتين على هذا المكان، ملاقيين نفس الضوء، عاملين نفس القصة. يعني شو سبب هالقصة؟ هي شغلة بنرجعها علميا، في عالم بترجعها لعلمية، للشيء العلمي والفلسفة خلينا نقول، وفي عالم بترجعها لأشياء تانية ممكن تتعلق بالدين، ما بدنا ندخل بهذه التفاصيل. خلينا نحكي لشو هي بترجع بشكلها النفسي. أوكي، هلأ حنبلش معك بكلمة كأني شايفك أو أنا بعرفك أو لحظة أنا هذا المكان شايفك. هي الأسئلة اللي بتبدأ معنا لما بصير معنا هاي الظاهرة الغريبة أو الفكرة الغريبة اللي بتدخل طارئ علينا ضمن الدماغ. فكرة ظاهرة الديجافو هي ظاهرة نفسية لحد الآن لم يثبت لها أي تفسير علمي بحت، ولم تسند إلى أي نظرية تبين شو هي الفكرة أو شو هي الظاهرة اللي بتصير. الفكرة بالمجمل هي اللي بتصير إنه هي حالات من أو أجزاء من الثواني بتمرق قدامنا بتعطينا الفكرة إنه نحن عايشين بهذا المكان أو سبق وشاهدنا هذا الشخص أو سبق، وعلى ما يبدو إنه حنتنبأ قليلا من الأجزاء من الثاني إنه بشيء ممكن يصير. هلا خلينا نفصلها شوي بشكل اكثر. هو بتتجزا لسبق اني انا شيء حسيته او شعرت فيه، او اني شيء رايته، او اني شيء او مكان اني انا زرته اكثر. اكثر من تحليلات بتصير، العمر المحدد لهي الظاهره او اللي ممكن اكثر شيء يصير هي بتبلش بسن بين ال 15 سنه لل 25 سنه، بعد بتبلش بتتناقص لحتى بصير عندنا مراحل من النضوج والوعي اكثر من هالحاله. 70% من الناس هي اللي بتكونوا معرضين دائما تصير معهم هاي ظاهره الديجافو، وبكل حاله وبكل دقيقه معرضين انها تصير معنا. العالم اللي اظهر هالاسم هو ايميل بورياك، هو اللي طلع حسب كتاب مستقبل علم النفس، هو اللي اطلق هاي اللفظه عليها. هلا الفكره او النظريات اللي بتشرح انه شو هي هاي الظاهره او كيف بتصير، لما أنا بستقبل معلومات أو بدخل على أي مكان، المسؤول عن بالدماغ هو الفص الصدغي الأنسي اللي فيه مكان، هو اللي هو الحصين أو هو المسؤول عن استرجاع المعلومات أو تحويل المعلومات وإعطائها. الفكرة اللي بتصير هو أحياناً عدم تزامن بين الذاكرة البعيدة والذاكرة القريبة، فبتكون الفكرة فعلاً هي عم بتصير على أرض الواقع بالذاكرة البعيدة القريبة لحتى تتحول للبعيدة. هذا المكان اللي هو الحصين بدل أحسن بيصير عدم تزامن بنقل المعلومات بين القريبة والبعيدة، فهذا التزامن ممكن يبعثها للذاكرة البعيدة وبيرجع بيعطينا أمر للدماغ على أنه هاي الذاكرة هي فعلا، هاي الفكرة هي فعلا كانت قديمة ونحن سبق وعشناها وصارت معنا ضمن هذا الحياة. هلأ بتعالى الموضوع بيمكن تخزين الأحداث المتراكمة بالعقل الباطن عنا؟ تمام عزيزتي، كمان في دراسة أسندت أنه أحيانا الدماغ بيحاول يعمل حالة من تشابه المواقف أو نوع من الألفة، كمان هو الحصين بيساعد على هذا الشيء. فأحيانا بيكون في عنا ذكريات قديمة جدا مورد تاريخ حياتنا، فهي الفكرة أنه ممكن يحاول الدماغ يعمل آلية تطبيق للمواقف، ولكن أحيانا بيفشل، فبيعطينا هذا الإحساس أنه أنا شفت هذا الشيء أو سبق صار معي، فممكن يكون في محاولة لتطابق أحداث مرت من السابق ولكن باقت بالفشل. نعم، يعني خلينا نرجع للحدث، نحكي عن الحدث. هل علاقة الحدث بهذا الشيء اللي ممكن نحن نشوفه أو نستذكره له علاقة شيء الحدث تبع الإنسان؟ هلا خلينا شوي نبعد عن الدراما اللي بتكون محلية. لا يا صديقتي، لأنه هذا الشيء بيكون بعيد تماما. فكرة الديجافو هي الظاهرة اللي بتصير، هي فكرة بتصير حادثة آنية يعني باللحظة اللي أنت موجودة فيها تماما، ولكن الحدث كما يقال أو يعرف أكثر تماماً هو إحساسي بما يأتي من المستقبل. تمام، يعني مثل ما أتقلك أنا هلا شايفك، ولكن هي أجزاء ثواني بتختفي. الحدث بيقلك أنه أنا ممكن أعرف أنت شو عم تفكري أو إحساسي فيما بعد المستقبل، مثلا يقدر يشوف المشهد أو أنا حاسس شو عم يصير ممكن
ببلد تاني او مع شخص تاني او شيء، فلا هو بعيد تماما، ولكن لغط المعلومات اللي بيصير وانسجام المعلومات فبيخلينا نخلط كذا معلومه مع صحيح. كذا قصه. هي نقدر نتحكم او نسيطر على هالشعور؟ يعني فينا انه نحن نوقف يمكن هذا الشيء اللي بنحس فيه انه نحن شايفين هذا الشخص قبل هالمره، او نتحكم بمشاعرنا من ناحيه هذا الموضوع؟ هلا صديقتي لا، ما فينا نتحكم بهذا الشعور لانه هو عباره عن ظاهره كثير طبيعيه وبتصير بشكل عادي يعني، وبتجينا هي اجزاء من الثواني ما فينا نتحكم فيها. ولكن امتى ممكن انه تصير معنا؟ اكثر شيء ممكن تصير عندنا لما نكون في عندنا حالات من التوتر والضغط النفسي. فعلا هي ظاهره الديجافو بهالحاله بتتكرر كثير وبتنزل على ارض الواقع. اذا كانت مزعجه بالنسبه لنا وما حاولنا نفكر فيها فبكفي انه اذا حاول نطلع التوتر والضغط اللي موجود عندنا فبهالحاله نحن بنرتاح فيها. بس يمكن نتحكم أوقات... فيها لا ما فينا. يمكن اوقات الواحد بصير بصر اكثر انه انا بدي اعرف وين شايفك، بدي اتذكر الموقف كيف صاير. تمام. لانه يعني هو حس حاله انه داخل هالموقف، يعني هذا الموقف صاير معه قبل هالمره، فبتصير يعني هيك بيعصر مخه شوي زياده يمكن لحتى يعرف انه هذا الشيء وين شايفه قبل. هلا كمان في دراسه كمان استندت لهذا الموضوع انه هذا الشيء ممكن يكون له تعليق بالاحلام. المعروف ان كلياتنا نحن بآليات النوم فبنشوف اطوار من الاحلام ومسلسلات وقصص. تمام. ومو دائما كثير نسبه قليله اللي بتصحى الصبح بتكون متذكره جزئيات الاحلام او التفاصيل، ولكن الدماغ بيكون محتفظ بعضا ما من هذه المعلومات، فاحيانا لما بينزل على ارض الواقع بيلاقي نقط متشابهه. مثل ما قلت لك بيحاول يجمع معلومات، فبنصير هون بنقول انا الشخص فعلا شايفه، وحتى بيثبت لك انه لا مستحيل انا شايفه، انا اكيد ملتقي انا وياك قبل هالمره او هالموقف حلمانه فيه. كلياتنا بتصير معنا انه انا لحظه هذا الموقف هيك صار وشوفوا هلا هيك بده يصير. هلا بالنهايه احنا بنستمتع بالدراما اللي بتصير والاجوبه اللي مغلقه بالسحر، ودائما يعني بنتفرد بفرد اشارات الاستفهام حوالينا انه نحن الاشخاص اللي شفتوا انا شو عملت وانا شو سويت وانا بقدر هلا اكشف بعد شوي، وبتفتح معنا القصه. صحيح صحيح. غاليه خلينا نبعد عن شوي، نتطرق لفكره ثانيه شوي يمكن بعيده قريبه عنه. خلينا نحكي على الشغلات السلبيه اللي نحن ممكن نشوفها. دائما بنقول انه لا لازم نحن في شغله شفناها هيك ممكن بعقلنا الباطن شغله سلبيه، مثلا موقف سلبي تخيلنا موقف سلبي قديش نحن لازم نبعده عننا، لانه بيقولوا انه احيانا اذا ضل الفكره السلبيه اللي انت شايفتيها بعقلك الباطن بتصير على الحقيقه. قديش هذه الفكره مضبوطه؟ يمكن انا ما وضحتها بشكل الفكره. تمام تفضلي. شكرا كثير على السؤال، لانه عن جد انت عم تحكي شيء من قلب الحياه اللي عم يطلع. الفكره السلبيه انه نحن بالاسف بنكون عم نفكر دائما بافكار سلبيه. صحيح. يعني اذا مشينا بالطريق، اذا نزلنا على الشغل، اذا كنا باي مكان عام، دائما بتلاقي متوارد الافكار السلبيه، او هيك ممكن يصير او هيك ممكن يصير. للاسف في عنا آلية انه العقل الباطن هو بس مجهز لحتى يستقبل منا المعلومات، يعني بياخذ المعلومه بدون ما يسالك خير او شر، بتجوز ولا ما بتجوز. نعم. وبيرفعها ضمن الملفات الموجوده عنا. بعد كل فتره بيرجع بيعرضها على العقل الواعي انه هل المعلومه لسه انت مؤمن بها، نزلها على ارض الواقع. فنحن لما بنكون كثير سلبيين وكثير حدا متوتر وكثير حدا متشائم للاسف، ففعلا بنبعث له اشاره انه اوكي نزلها، فما بتلاقي انه فعلا التصرف صار على ارض الواقع، يعني مثل اللي حكى الفعل وامن فيه وبعد شوي لقاه على ارض الواقع. الفكره السلبيه كثير لازم نكون حذر انه احنا عم نبعث الاشارات والمعلومات واي شيء للعقل، لانه هو بس مجهز انه يستقبل المعلومات، ما انه مجهز للباطن انه يخير بين خير ولا شر، سلبي ولا ايجابي. فكثير لازم نكون دقيقين، حتى احيانا على ادق التفاصيل، انه لما بنوقف جنب المراية احيانا كثير ناس بتطلق احكام سلبيه على نفسها، بتنتقد شكلها او بتنتقد اشياء جزئيات فيها او بتنتقد كلامها. فهذا الشيء للاسف كل شوي بيصير بيجي على ساحه الشعور، انه انت واثق من المعلومه نزل لك اياها، واثق من المعلومه لحتى نزل لك اياها، فبعد شوي بتلاقيها صارت متعايشه معك مع الحياه. هون نحن بدورنا كيف نقدر نجذب اكثر يمكن الطاقه الايجابيه لنا والاشياء الحلوه لنا، شو هي يمكن اكثر الادوات يلي بتخلينا نمتلك اكثر اشياء حلوه بحياتنا؟ بكل بساطة عزيزتي أنه ننطلق بكل أريحية للحياة. الحياة هي كتير متعة حلوة، فيها كتير أشياء جميلة، فيها كتير شغلات رائعة بتستحق لسه الاكتشاف بشكل كتير كبير. حاول دائما بعد الأشخاص السلبيين، الأشخاص اللي بشعر أنه طاقتهم كتير سلبية بالنسبة لي، ما حاول أتعاون معهم دائما. لما بشعر أي شخص بيدخل ضمن دائرة التأثير الخاصة فيني وعنده طاقة سلبية، عنده أفكار
دائما بشوف النص الفاضي من الكاسة، دائما عنده أفكار مرعبة. فأنا بهذا الشخص شو ما كانت علاقته بحياتي فأنا ماني مضطر أساسا يكون ضمن دائرة التأثير تبعي، فبحاول دائما استثنيهم، بعد عنهم، أفرض أنا جوي إذا كنت إنسان عندي طاقة كتير عالية، إذا عندي كان روح كتير مرحة، دائما انطلق للمساحات الواسعة، دائما اختار الألوان المضيئة، حاول تكون إلي نظام معين، ما دائما أحصر حالي بنشاط محدد، بعد عن الروتين لأنه هو قاتل للحياة بشكل كتير طبيعي. ودائما حس حالي أنه كل يوم في عندي فرصة جديدة، أنا ماني موجود هون بالحياة لحتى انتهي بس بهالوقت الدقائق، أنا كل يوم عندي فرصة جديدة، وبين دقيقة ودقيقة في عندي معجزات رح تحصل. بالنهاية الإنسان هو معجزة بحد ذاتها، بكل دقيقة عم يتجدد من أول وجديد. تمام. غالية، قديش الإنسان لازم يكون متصالح مع ذاته، بينطلق من نفسه، ما يحتاج أي حدا لا يكون عنده مثلا خلل، ما يحتاج أي حدا إنه يسانده، لازم ينطلق من ذاته لا يقدر يعالج أي شيء مثلا بمر فيه من خلال المواقف اليومية اللي بتحصل معنا، من خلال حتى الماضي اللي مثلا نحن عشنا، احيانا بنستذكر ذكريات ممكن تعب النفسية، قديش نحن فينا نكون اقوى من هيك، من ذاتنا، كيف فينا نقوي ذاتنا من دون ما نحتاج لاي شخص جنبنا. خليني اشكرك مرة تانية على السؤال لانه عن جد كتير حلو. حبيبتي، لما بتكون نحن نطلع من ذاتنا اهم شيء نتصالح معها، بالنهاية هاي الذات الموجودة معنا وهي الروح الموجودة معها هي امانة، ولازم نعاملها بكل الحب، بكل الرفق، بكل الإحساس، اللي هي أول شيء ملموس روحي بيستاهل المحبة والحنان قبل أي شخص خارجي برا. فأنا لما بدي أكون أتعامل مع ذاتي، أتفق مع ذاتي، بيكفي أني دائما يكون في بيني وبينها هذا الحوار اللطيف، هذا التجرد من كل المنمقات تبع الكلام، الحوار اللطيف الهادف، يعني نقعد آخر النهار أنا وياها، لا حتكون شوي الكلمة أنه أنا وياها، أكيد أنا وذاتي رح أقعد آخر النهار، أنه مثلا يا غالية شو عملنا اليوم، شو حكينا اليوم، زعجنا حدا، عملنا موقف أنه كان إيجابي، ساوينا هذا الشيء، انت برايك نتحاور معك كانه شخص موجود على ارض الواقع. بالنهايه صدقيني رح تسمعي صوتها، رح تعكس لك اياها، ولما يكون في رضا منك ومنها رح تنعكس على تصرفاتك، على ملامح وجهك رح تنعكس هذا الشيء لما يكون في تصالح بيننا وبينها. وما في داعي ان اذا نحن فتنا بموقف سلبي او بتجربه كانت فاشله انه نفوت في حاله جلد الذات وهذا التعذيب المستمر، بينفصلوا عن العالم، بيتقوقعوا بالدائره السوداء اللي موجوده عنا، بنقبل اي شيء من مبرهجات الحياه، ما عاد نقبل شيء، دائما عقده الذنب، انا عملت، انا ساويت، انا الحق علي، انا 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 انا. بالنهايه كل انسان خطاء يعني، واحلى الخطاء اللي بيعترف بخطأه وبيحاول يصلح. فالحوار مع الذات والتفاعل معها، وعن جد انا كمبدا بقول انه خدك صديقه كتير رح تتفاعل انت وياها، واول علامه بتعطيك انه في صار ود بينك وبينها هي ملامح الوجه، لما بتفيق الصبح بتعطيك الاريحيه اللي موجوده عليها. خاصه يمكن وقتها نفكر بالاشياء اللي بتضايقنا، الاشياء الحزينه، يمكن اخر دراسات اكدت انه وقت نحن نرجع نستذكر الاشياء اللي مرينا فيها وما كانت حلوه، منضيف بعض التفاصيل الصغيره عليها، يمكن بتخلينا، هي ما بتكون صايره لكن بتخلينا نحزن اكثر. دائما مهم انه يتم جلب الاشياء الجميله ليومنا، الاشياء الحلوه، ونبعد عن كل شيء سلبي، يمكن بدءا من ذاتنا مثل ما ذكرنا، بعدين ننتقل للاخر. طبعا شيء اكيد لما تستجلب اي ذكرى، اي ذكرى الى وجهين، حتى لو كانت ذكرى سيئه بالنهايه الى وجهين، ولكن للاسف نحن بناخذ الاول ظاهره بتطلع لها انه هي بشعه وسيئه وزعجتني واي شيء، ولكن فيما بعد مع مرور الايام لما حتسترجع الذكرى من اول وجديد حتلاقي فعلا في ان كان لها جانب ايجابي، ولو على مبدا بسيط ولكن جانب ايجابي، على مبدا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اكيد اكيد اي شيء بالحياه له وجهين، حتى الذكرى السلبيه لها وجه ايجابي، يمكن ما يطلع باللحظة الآنية لكن حيطلع بالمستقبل، ولحنقول الحمد لله اللي كانت ذكرى ما ضلت حاضر، لأنه كتير كنا ريحنا على حالنا عقبات نفسية. نعم، يعني بدنا نتشكر كتير المعلومات اللي فتينا فيها، بدنا نتمنى للجميع أنه يكون مرتاح، ريلاكس، متصالح مع نفسه، نبعد كل الأفكار السلبية، وإن شاء الله دائما بيكون بكل بيت وبكل شخص وفرد سعادة وفرح وسلام نفسي وهدوء نفسي. بس أنا شايفتك وين. شكرا كثير على المعلومات المهمة اللي أضفتيها لصباحنا غالية. حبيبة قلبي شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا لك غالية. أريج لهون منكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، موعدنا بيتجدد معكم تمام 9 الصبح أكيد بكرة، وأي اقتراحات أو مواضيع حابين تشاركونا فيها راسلونا عبر صفحة البرنامج صباحنا غير. أكيد بدنا نجدد تحيتنا لأبطال الجيش العربي السوري، كل الحب لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.
أكيد صباحنا غير اليوم خلص، لكن باقي برامج الإخبارية السورية مكملة معكم، وآخر مستجدات بسوريا والعالم على مدار الساعة رح تتابعوها عبر شاشتنا. ودايما لرجال الله في الميدان أبطال الجيش العربي السوري كل التحية والسلام. باي باي. باي.